واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي هنا من استاد الجيش المصري ببرج العرب. مباراه من اجل السلام دعما لضحايا الارهاب، بالتاكيد مباراه هامه جدا بتحظى باهتمام عالمي. الوكالات والصحافه الاجنبيه والاوروبيه بيتابعوا هذه المباراه داخل استاد برج العرب وانتظارا لانطلاقه هذه المباراه في الثامنه مساء. لكن معي في هذه اللحظات الاستاذ اسامه الرشيدي، رئيس قطاع البث الفضائي الخاص بشركه برزنتيشن لايف. استاذ اسامه، برحب بيك على شاشه قناه الاهلي في حدث مهم زي مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد. اهلا بيك يا محمد، واهلا بالاستاذ تامر صقر، بحييه وضيوفه. احنا هنا موجودين النهارده ان شاء الله، مطلوب مننا من الشركه الراعيه الشركه المنظمه ان احنا ننقل مباراه الاهلي واتلتيكو، ويا رب ان شاء الله تكون الرساله توصل للناس من السلام والامان ان شاء الله. الفكره اللي عايزين ننقلها لكل متابعي قناه الاهلي في هذا التوقيت، شركه برزنتيشن سبورت خلال الفتره الاخيره دخلت بشكل مختلف في مساله البث الفضائي وامكانيه نقل المباريات، وده تارجت مهم جدا بالنسبه لنا احنا هنا في مصر وفي الوطن العربي. تجربه مش الاولى، كان في تجارب سابقه في مباريات افريقيه المؤهله لكاس العالم. احنا الحمد لله بقالنا فترة كبيرة، عديد من السنين اشتغلنا في دول افريقية واشتغلنا في مصر، اشتغلنا مباراة غانا السنة اللي فاتت، اشتغلنا مباراة الكونغو واوغندا. بنحاول ان احنا نوصل المباريات او الشكل المباريات العالمية، بنستعين بافضل الخبرات، بنشتغل مع برتغاليين واسبان والمان، بنجيب معدات كبيرة جدا. ماتش الكونغو اللي فات وفي البطولة العربية برضو احنا اللي نقلناها، بنحاول ان احنا نجيب افضل معدات، بنجيب اطنان اكشلي، يعني احنا بنحاول كل مره نعمل 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 طريقه جديده تخلي الناس تتبسط من البث الفضائي. يعني مثلا في ماتش الكونغو احنا جايبين اكتر من 25 طن معدات، سكاي كام وكاميرات من بره، الكاميرات الالترا سلومو، الكاميرات النت كامز، الهاي سبيد. الناس احنا عايزين ننقل الناس من الشكل التقليدي للشكل العالمي. فالحمد لله شركة برزنتيشن سبورت عملت نواة جديدة اسمها برزنتيشن لايف. برزنتيشن لايف دي هي النواة اللي هتجيب التكنولوجي من بره من الدول العالم، مع الاستعانة بكوادر التلفزيون المصري والكوادر المصرية اللي بتساعدنا، اللي في منهم هنا اوريدي عربية التلفزيون نقل الفضائي اللي عندهم معدات جيدة جدا وعربيات نقل فضائي جيدة جدا. هنضم الخبرات دي كلها مع بعض ونعمل نواة جديدة تقدر تخلي الشكل العام للبث الفضائي يوصل ويرتقي، انك تكون بتتفرج على الكوره كانها شكل حضاري بتقنيات عالميه، كانك قاعد بتتفرج على حاجه تحبها فعلا. يا فندم، انك بتتابع مباريات او منتج بيتحدث عن مونديال او كره اوروبيه او مباريات كلاسيكو؟ يعني انا بشبهها دايما بان هي تكون زي المسرح كده، عايزين الناس ترتقي لان هي تتفرج على مباراه كره قدم كانك بتتفرج على مسرحيه او حاجه اوركستريشن او اوبرا، يقعدوا يشجعوا ويسقفوا، وحتى الناس اللي في البيوت تبقى قاعده حاسه بدراما الكوره، لان الكوره هي دراما، الاخراج اللي فيها اخراج تلفزيوني يتمثل في دراما. التكنولوجيا كل شويه بتتطور علشان تحس انك جوه الملعب، ده اللي احنا قائمين عليه باذن الله في شركه برزنتيشن لايف، اللي بتخلينا ان احنا واحده واحده نبني، لان دايما الطريق بيبقى صعب، تغيير دايما الناس بيبقى فيه غصب عنك مقاومه، ولكن ان شاء الله هنطلع وهنوصل عالميه، وان شاء الله الناس هتتفرج على حاجه دايما فيها شكل حلو يخلي الناس كلها مبسوطه وكلها سعيده بالفرجه ان شاء الله. مستر اسامه، وانت معايا منتج زي مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد، برزنتيشن لايف حضرت ازاي للمباراه؟ وعارف انتم بالتاكيد بقالكم اكثر من يومين ثلاثه هنا بتستعدوا في ملعب برج العرب. احنا بقالنا فعلا تقريبا ثلاث ايام، في معدات جت من ثلاث ايام برضو على قريه البضائع، وحاجات جت مع المصورين اللي هنا، الفريق البرتغالي هو فريق برتغالي واسباني، في المصورين كلهم بيقفوا على الكاميرات جايين من بره، المخرج نفسه جاي من بره، وبالصدفه على فكره هو واقف معايا. استاذ اسامه، يعني مستر مانويل رودريجيز المخرج البرتغالي للمباراه هيكون معانا دلوقتي قبل انطلاق المباراه باكثر من حوالي ثلاث ساعات. مستر مانويل رودريجيز از ون اوف ذا بيست دايركتورز، هي كان تيل اس، يعني هو ممكن يقول لنا على خبراته.
في الدوريات العالمية. Can you tell us about your experience, about your previous background, about the international games? Can you tell us? Okay. First of all, it's a pleasure to do a match in such a stadium. It's going to be almost full of big fans. It's nice to make football with such a passion. From my experience, this is a very, very good stadium. The ambience is like a Champions League or a World Clubs that we do last month in Abu Dhabi. And it's very good to be in a stadium like this. هو بيقول طبعا انه شرف ليه انه يبقى موجود في استاد زي استاد برج العرب. بيقول هو استاد طبعا مش مترجم فوري فاعذرني فمش متذكر كل حاجه. هو بيقول ان هو مبسوط جدا ان هو موجود. هو عامل بيقول ان الاستاد شبه حاجات من اللي اشتغل عليها في الشامبيونز ليج وفي ابو ظبي كمان. هو مبسوط جدا ان هو هنا. و مفاجآت محضر ازاي بقى في مفاجآت الكاميرات تواجدها؟ هقول لحضرتك على حاجه. احنا المفروض ان احنا هنخرج كمان الحفل اللي قبل هننقل الحفل اللي قبل المباراه على طول. احنا عملنا له بروفا امبارح. وير توكينج اباوت ذا سيليبريشن بيفور ذا جيم ذات وي ديد ريهرسل اباوت يسترداي. وات از ذا سربرايزز ذات وي كان سي توداي ان ذا جيم بيفور ذا جيم اور ان ذا جيم؟ وي هاف 14 كاميرز. Now we can show drones, and two special cameras in drones. Beautiful picture from the air. I hope you enjoy it because from the rehearsal is very nice. We are very beautiful. Yes, yes. قال ان احنا عندنا 14 كاميرا وعندنا اثنين درون كاميرتين من اللي هم بيصوروا في السماء عشان الحفل اللي احنا هنعمله. احنا اتفرجنا عليه امبارح وعملنا ريهرسل شكله حلو جدا وبيقول للناس ان شاء الله هتشوفوا حاجه كويسه جدا. مستر اسامه انا بشكرك وبشكر مستر مانويل رودريجيز المخرج البرتغالي وسعداء بوجودكم هنا في استاد برج العرب. وهذا المنتج مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد اخراجه وانتاجه من خلال شركه مصريه برزنتيشن لايف وهي باكوره جديده للبث الفضائي من خلال برزنتيشن سبورت. ان شاء الله. انا بشكرك يا محمد وبشكر كل المشاهدين وان شاء الله يا رب ان شاء الله التصوير يعجبكم وان شاء الله اللي جاي يكون احسن والناس كلها تتبسط فيه. اوبريجادو. شكرا. شكرا جزيلا. زميلي العزيز تامر صاري ده كان لقاء خاص مع الاستاذ اسامه الرشيدي والمخرج البرتغالي مستر مانويل رودريجيز المسؤول عن اخراج مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد. وفي هذه اللحظات ونحن داخل استاد الجيش المصري ببرج العرب مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد محطه انظار الصحافه العالميه وكالات الانباء الاوروبيه. في هذه اللحظات الجميع هنا يتواجد داخل استاد برج العرب يتابع وينتظر وصول الفريقين. حتى هناك الجاليات العربيه في هذه اللحظات زي ما احنا شايفين بعض من الجاليات العربية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومن الكويت وعمان. هي رسالة سلام هنا من أرض السلام من مصر لدعم للسلام ولأجل ضحايا الإرهاب. وكما تتابعون في هذه اللحظات أيضا بعض الشباب المتواجد داخل استاد برج العرب